بسم الله. دلوقتي السيليكون من هنا مقطوع، كنت عملتها بالسيليكون قبل كده، ده سيليكون بتاع ازاز العربيات يعني، مشيت مؤقتا كده بس طقت من هنا تاني. ده بقى عارفين دوت، ده حاجة اسمها ريكم تقريبا. الريكم ده بقى بتاع ايه؟ دوت زي بيخش فيه سلوك كهرباء كده وتسخن عليه بيلم على سلوك الكهرباء تاني. في منه مقاسات طبعا، في اكبر واصغر وحاجات كده. فان شاء الله التجربة او المحاولة اللي هنعملها هحاول ادخل ديت، بس مش من هنا بقى، هندخلها من هنا اهو. هدخل حتة على قد ده، هجيبها هنا اهوت كده واسخن عليها بحيث ان هي ايه تمسك دي على بعضها، لان جربت امير وده وده، امير بيبقى ناشف بيتكسر. اللي قلت يمكن يبقى طار شوية واستحمل السيليكون، وبالفعل يعني مشي فترة كويسة. دي بقى لها تقريبا بتاع سنة او حاجة. فهجرب بقى ان شاء الله ايه، هل اضم يعني، وبدون ما اشيل ده اخلي ده موجود برضه، واخدين بالكم؟ وهنقطع حته على قدها كده اهو ونسيحها على نفس، بحيث ان هي تبقى ايه يعني لماها كلها كده مع بعض، ونسخن عليها وتكرر تكعب الشاي عليها كده. نقص حته على قدها كده اهوت. بسم الله. على النار كده، قعدت احاول ادف شويه واوسع دي بالمعالق كده بحيث ان هي ايه توصل من هنا. الجاك هناك كبير شويه. بصوا هنا كده بعد ما دخلناها اهيت، اهي دي كده تمام. نروح بقى نسخن عليها عشان ايه تلم تضم عليها. ايه تدفيه كده. انا مش مسؤول لو حد عمل حاجه وباظت، انا بجرب ده على مسؤوليتي الشخصيه يعني. ممكن الشاحن يبوظ مني في اي وقت الوصل ديت، ويا سلام بقى لو اصليه معاك ولا حاجه. فانا ايه عشان محدش بس يبوظ منه حاجه، وده انا جربت الفكره دي وانا السبب يعني. بص بتلم عليها ازاي، تدفيه من بعيد كده اهو. كده بعد ما سخنا، بص حاولت ايه بقى اللي انا اضمها على بعضها كده يعني على قد ما ربنا قدرنا. تخلي بالك ده انا قعدت اسخن ودفيت هنا، ربنا يستر ده ما يكونش السلك ده باظ من هنا او حاجه. نوصل بقى الشاحن. الشاحن دوت بتاع موبايل هواوي، ولا اسمه هواوي، لا سامسونج معلش. بسم الله نجربه. بسم الله الحمد لله اشتغل تمام، اشتغل معايا. بس انا بصور بالتليفون اللي بجرب عليه في نفس الوقت، بس هو يعني بفضل الله اشتغل يعني الحمد لله تمام. ثواني يا رؤى، ثواني يا بابا اهوت. يعني الحمد لله بفضل الله الامور تمام. حاول وانت بتسخن ايه، وحاول ما يكون معاك ولاعه، هتعرف تتحكم اكتر لو في ولاعه تتحكم اكتر. انما على البوتاجاز انا بقيت عشان اسخن دي بقت دي تتعرض للسخونه وده هي، انما الولاعه هتركز على حاجه ايه هنا بس. ولو اللي هي مش عارف السخان ممكن تكون افضل ولا لا، لان تركيزها بيكون اعلى. لكن كده مثال يعني الحمد لله الامور تمام يعني اهوت. من هنا كده ممكن تديها ايه بقى شريط تيب او حاجه احتياطي، ممكن تمسك ده كده بطن بتنر ده تشيله، ده ممكن يكون شحم من الشغل او حاجه، وتلزق ايه تدي شريط تيب كده اللزق اللي هو بتاع الكهرباء ده بس كده. يعني الحمد لله الامور تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.